السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. هذا الفيديو ده ان شاء الله غيكون حول لي بوكس، يعني اول مرة غادي نديروه في لاشين ديالنا. وقبل هذا الشيء تتبان لكم شي حاجة مغيرة فيا وقال تحسين هياك، المهم المرة ده ضربنا التقريعة كاملة. وبمناسبة ديال التقريعة هذه ان شاء الله غادي تكون واحد المسابقة في لاشين. شنو هي؟ اللي هي بحال هاد لي بلاطو هادو هما ديال لي بوكسي، يعني غادي يبقى صايب بزاف ديال لي زوبجي بلي بوكسي وغيبقاو غنعطيهم الناس اللي غيكونوا تي كومونتي وداكشي. ومن فوق هادشي ان شاء الله نحاولوا ان شاء الله نوصلوا الفيديو بعد على الاقل 10 كان ان شاء الله. اللي شاف الفيديو يبارطاجيه مع اصدقاء ديالو، ولا بالاحرى كاع يتفرج في فيديو كامل. الا تفرجت في فيديو كامل راه اليوتيوب راسها كتبارطاجي. ان شاء الله نوصلوا ل 10 كان ان شاء الله في سيمانه. المهم ما نطولش عليكم، تلاقاو ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله لي زيتاب ديالو. اول ايطاب قبل ما نديرو لي بوكسي ديالنا هو اننا كنديرو هاد السكوتش هذا ولا بلاستيك. من الاحسن يكون هاد السكوتش هذا ديال لومبالاج، يعني ملي غادي نديرو فوق هاد السكوتش ما كيشدش داك لي بوكسي فشي حاجه رطبه ولا في البلاستيك، يعني ما تلصقش معاه. هو السيليكون انا درت الشكل ديالو ديزايني بسيليكون. ولا كنتو بغيتو ديرو بالزاويه ديالو مثلا قائمه، يعني زعما مستطيل ولا مربع، انا تخدم بدوك بلينتات بحال الطروفه اللي تمايا، ولكن تكون داير لهم نتوما سكوتش ومن تحت ديالهم دير سيليكون، يعني هادو يكون فوقهم بلينتات باش يعطيك المستطيل. هادي صباغه حمراء بودر، هي بحال شكل ديال بحال الطحيني تقريبا، تكون بريون. بالنسبه لهذا لي بوكسي، هذا لي بوكسي هذا الأ، انا كتشوف اللون ديالو ماشي ترونسبارون، يعني ماشي شفاف. هنايا كان بحال فات لاضات ديالو، هنا كنستعملو من هذا الأ هذا تقريبا ثلثين، و الديسيسور ديالو هذا البي كنديرو فيه ثلث. كما قلت لكم هاد لي بوكسي هذا بحال الا فاتت عليه لاضات، يعني تقريبا بحال قلت شي خسر. ورغم ذلك خدمتو، بغيت نسيي بيه نشوف مع شي مده هو كان عندي وما خدمتوش. ملي تقلبت لقيتو فهمتي بحال الا برد. ملي جربتو رغم ذلك كانت فيه نتيجه مزيانه، غير هو ما غيخدمش بلي كولور مثلا ترونسبارو، يعني مثلا بغيت تصايب به شي حاجه باينه ما يعطيش، لان اصلا اللون ديالو الابيض غيخدم غير بدوك لي كولور، يعني تصبغو يولي دير ليه تانت مثلا كحله، دير ليه مثلا حمراء سرقاء كامله. اما ملي بغيتي دير شي حاجه ترونسبارو تبان شي اوبجي مثلا بغيتي دير وسطو ما غيبانش. انا اضطريت ندير ليه هاد الحمر هذا وهاد الصفر. هنا كنقومو بهاد لا ماشين هادي ديال السخونيه كتحيد دوك الفقاعات من الفوق، يعني ما تبقاوش في دوك الفقاعات، وفي نفس الوقت تعطي واحد الشكل رخامي بحال هكا. هنايا بعد مرور 24 ساعه او من الاحسن تخليوه 48 ساعه، يعني يومين، هنا ما كانش نشف مزيان. هناك خليته انا يومين تقريبا عاد خدمت به. هذه الطريقه هذه كدير لها هكا باش تحفر لي بواني بهذه الطريقه هذه، يعني ما تبقاش تعبر جوج مرات، هذه كتعطي نتيجه مزيانه بهذه الطريقه هذه، كتكون رابيد شويه. هنا كتكون الطريقه هذه مسربيه كما تيقولوا. هادي بالنسبه اللي عندك شي كونتي تكثير هاد الفكره هادي، بالنسبه اللي عندك بزاف ديال لي بواني وداكشي الاحسن دير بحال هاداك الطرف ديال الخشب، يعني تخدم به داغي، يعني تخدم غير بواني وحده بالعبارات ديالها وتكمل داكشي. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم، وكذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه، ومع السلامه.